طيب هل في حالات معينة مثلا موجودة أو راحت لوحدة لم الشمل وكانت مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتدمر لهم حياتهم لكن قدرنا إن احنا نوفق ما بينهم ونصلح ما بينهم في هذه الوحدة؟ سؤال رائع. هو بداية هو وحدة لم الشمل أنشئت بقرار من فضيلة الإمام الأكبر سنة 2018، يعني الوحدة النهاردة بقى لها 5 سنين. طيب الوحدة المقر الرئيسي في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف، وليها مقرات منتشرة في ربوع الجمهورية، كل محافظة فيها مقر، القاهرة فيها أكتر من مقر. بيجي لنا حالات كتير. نعم. طب ايه اصلا خلى مفتين دورهم حلال وحرام وفتوى يتدخلوا في اصلاح اسري؟ لان احنا لما لقينا ان الاسئله الوارده كتيره جدا فيما يتعلق باسئله الاسره، راى القائمون على هذا المركز وطبعا بتوجيه من فضيله الامام الاكبر ان ما يبقاش دور المفتي مقتصر على ايه الصح وايه الغلط ونعمل ايه، هل ده طلاق وقع او لا، يبقى لازم المفتي ده ليه دور في الإصلاح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس شيء في منتهى الأهمية، ولما يبقى حد واعي يبقى في بديل أحسن من الناس تخش على السوشيال ميديا أو على أي وسيلة. طبعا السوشيال ميديا وسيلة سهلة، أي حد ممكن يسأل، أي حد ممكن يجاوب، اللي عارف واللي مش عارف. فلما تعمل بديل إيجابي أو صحيح يبقى أنت كده عملت البديل اللي الناس تلجأ له بدل ما تلجأ لحاجات غلط. أجل سؤال حضرتك هو فيما يتعلق ب هل السوشيال ميديا بالفعل على الأرض بقى في مشاكل الناس متدخلة؟ بلا شك متدخلة في قضايا كتير، في قضايا كتير. ممارسات خاطئة؟ طبعا في ممارسات خاطئة كتير، يعني ممكن تلاقي إن حد يحصل بينه وبين زوجته مشكلة فيكتب على السوشيال ميديا ان مثلا يعني يحكي موقف ما، بس ما يقولش انا عندي مشكله، يحكي موقف ما، او هي مثلا تعرض بالكلام على السوشيال ميديا وبعدين يحصل بعد كده خلافات بينهم وما الى ذلك، وبعدين تكبر هذه الخلافات وبيبقاش هو ده سبب المشكله الرئيسي، بس ده اللي خلى المشكله ايه بيكبرها. تكبر، في حين ان المشكله لو فضلت في اطارها الطبيعي في الحيز بتاعها الطبيعي مع الأشخاص اللي هم الطبيعيين اللي هم هيقولوا كلمة إصلاح، مش هتتطور المشكلة وتتعقد أكتر ما هي موجودة. طب دكتور خليني يعني في جملة حضرتك قلتها دلوقتي، فكرة الأشخاص اللي ممكن تصلح الموضوع، مين الأشخاص دي؟ يعني هل ممكن حد يسمعنا دلوقتي يقول أكيد ما حدش هيخاف عليا أكتر من أهلي؟ ده بالنسبة للست، بالنسبة للراجل أنا كمان ما حدش هيخاف عليا أكتر من أهلي، مامته، باباه، أخته، أي مكان، أو الصحاب بالظبط، او الصحاب. فمين الاشخاص اللي حضرتك تقصدهم؟ خلينا نقول ان في البدايه ممكن كتير من الازواج والزوجات بيتكلموا في المشاكل اللي عندهم من باب الفضفضه، مش من باب ان هو عايز حد يحل له المشكله. فعايزين نقول ان دي مش مجال للفضفضه ولا مجال للتسليه، ومش انا قاعده فاضيه فبكلم صاحبتي للاسف البعض عن بيسال عن النصيحه يا دكتور برضو. نعم، للاسف البعض برضو بيسال عن نصيحه من سواء الاسره او الاصدقاء للاسف. رائع، صحيح. انا بقول ده يعني ده نمط موجود، اللي هو انا بتكلم بفضفض وخلاص، ده نمط موجود. امتى؟ طب ده صح؟ لا مش صح. انا مفترض ما ادخلش حياتي الشخصيه في المسامرات والكلام والفضفضه، انما اجيب سيرة حياة زوجية امتى؟ لما ابقى عايز بالفعل تدخل او نصيحة. احنا حضرتك دلوقتي رحت للجزء الخاص بندخل مين، ولكن في الشرع في خطوات كتير جدا قبل ما نقول هندخل مين اصلا. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ اللي بيحصل عندي مشكلة يلا نكلم حد، يلا كلم ماما، يلا قول لي فلان. طب ما في خطوات كتير جدا، في حاجة اسمها فهم طبيعة شريك الحياة، في حاجة اسمها تخصيص وقت للتواصل بين الزوجين. يعني ما تقولش انا بدي البيت وقت، لا، انت في ساعه ما معينه ما وراكوش فيها انتوا الاثنين غير بعض، يعني مخصصين الساعه دي نتكلم فيها مع بعض من غير دقيق ومن غير وقت المشكله، لازم نحل ده دلوقتي من غير الانماط الخاطئه اللي بتقضي على الحوارات اللي بينكم بالفشل. هل في وقت محدد اتصارحتوا فيه واتكلمتوا فيه ايه مزعل ايه فنصلحه ازاي؟ هل ده حصل؟ طيب ولو حصل واخترنا الوقت المناسب وقلنا الكلام بشكل مناسب، لان في ناس كتير بيقول كلام بإساءة فما يتقبلش منه، او يقوله في وقت خاطئ فما يتقبلش منه، خدنا كل الاسباب وقلنا المشكله اللي مضايقانا، هل حاولنا جديا نحل المشكله دي بقى بالسلوك والمعامله،
ولا قعدنا قعده وانتهت القعده وكل حد رجع زي ما كان. عايز اقول ان قبل ما الحكمين دول، او يعني الشرع لما اقترح فكره الحكمين اقترحها من باب المصالح، مصلحه. يعني حضرتك بتقول دلوقتي نكلم مين؟ احنا هنكلم حد مكالمتنا ليه تجيب مصلحه ما تجيبش مفاسد. دي النقطه، ده الضابط، ده الضابط. الحد ده ممكن يبقى تبقى الدنيا على الضيق كده ويبقى فلان ده اللي هو قريبنا، او حتى مش قريبنا، او بابا او بابايا او الازهر الشريف، الطرفين بيثقوا فيه يعني. اه، وتدخله ما يعقدش الموضوع اكتر. مش حد بعينه ما ينفعش اقول ايه ولد الزوج وما يبقاش هو اهل للامانه ديت، او يبقى، او انا بضرب مثل طبعا، فما يبقاش هو اهل لده والمشكله تتعقد اكتر. فالامر مرتبط بالمصلحه، والحكمين او اللجوء لطرف خارجي ده اصلا ده اخر حاجه لما احنا ما نعرفش نحل مشكلتنا بينا. طيب، بشكل حقيقي.